الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر الحمد لله والصلاه والسلام على سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه الطيبين الاطهار مشاهدينا الكرام احييكم وارحب بكم في هذا المجلس العطر من مجالس السيره النبويه. اسعد في هذا المجلس بمواصله الحديث ومتدارس سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كل من الفاضلين استاذ مسعود مياد امام خطيب الجامع الكبير اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا اخي حمزه تحيه لك. سعداء بهذا اللقاء. ونحن اسعد بك دكتور الله يسلمك, الله يسلمك. دكتور الخميسي بزاز باحث في اصول الدين اهلا وسهلا بك بينا اهلا بك استاذ حمزه سعداء كذلك بمواصله المسير والحديث عن سيره م. المصطفى صلى الله عليه وسلم نسعد ونتشرف اخي حمزه بارك الله فيك شكرا شيخنا اذا ياتي م. عددنا هذا متزامنا مع ذكرى الاسراء والمعراج التي خلدها القران الكريم من خلال اي الذكر ومن خلال سوره الاسراء نتحدث في هذه الحلقه عن الظروف التي سبقت الاسراء والمعراج، عن فرضيه الصلاه، عن انتقال الرساله من بني اسرائيل الى الامه المحمديه وغيرها من النقاط مع الفاضلين، نبدا بالظروف التي سبقت هذه الحادثه، حادثه الاسراء والمعراج مع شيخنا الشيخ مسعود ميات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تحيه لك اخي حمزه تحيه للبروفيسور الدكتور الخميسي وللمشاهدين والمشاهدات نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حقيقه الكلام عن الاسراء والمعراج من الاهميه بمكان وذو شجون باعتباره حدثا بارزا من ابرز احداث السيره النبويه المطهره وباعتباره كان مرحله فاصله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه باعتبار ان الاسراء والمعراج يمكن القول انه جاء في منتصف دعوته بعد مضي ما يقارب 11 سنه او 12 سنه الا بعض الاشهر وبقي مثلها في مرحله قابله فكان اذا في منتصف دعوته صلى الله عليه وسلم ويحتاج صلى الله عليه وسلم بعد ان قطع شوطا وجهدا وسعيا في تبليغ رسالته ما استطاع الى ان يكون له دفع الى ان يكون له اشارات والى ان تكون له ايات كما سمها الله عز وجل من شانها ان تجعله يكمل مسيرته ودعوته وهو موقن كل اليقين بتحقيق نصر الله عز وجل وببلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وعندما ننظر الى الظروف التي احاطت بهذه الحادثه وبهذه المعجزه، معجزه الاسراء والمعراج، نجد انه قد سبقها امور من شانها او نجد انه قد سبقها امور حقيقه اثرت تاثيرا بالغا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الشخصيه في حياته الاسريه وفي علاقاته جعلته صلى الله عليه وسلم ربما ينسد الافق امامه فياتي هذا الاسراء والمعراج ليبرهن له ان هنالك افاق ارحب بكثير مما تتصور ومن ما تظن ومن ما يخطر على بال الانسان وهي ان تفتح له السماوات كلها فكان الإسراء والمعراج إذا متنفس للنبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نذكر في بعض هذه المعاني الظروف التي جعلت أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة وفاة أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت عضدا وكانت سندا وكانت داعما قويا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدث بينه صلى الله عليه وسلم وبين نسائه بعض الكلام وبعض النقاش كما تحكي امنا عائشه قالت ما غرت على امراه من امراه مثل ما غرت على خديجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رزقت حبها لقد امنت بي اذ كفر الناس وصدقتني اذ كذبني الناس وواستني بمالها اذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا عن هذا الدعم ايمان كانت اول من امن لا اقول من النساء وانما من, من من البشر كلهم واسته بمالها فكانت تجارتها للنبي صلى الله عليه وسلم و واسته بكل ما تقدر وبكل ما تستطيع ويكفي انها اول امراه ثبتت النبي او اول من ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالنبوه قبل ان يقول له جبريل انك نبي الله. بعد ان نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول زملوني زملوني ثم قال يا خديجه لقد خشيت على نفسي وهو لا يعرف ماذا حدث له فيقول فتقول له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر واني لارجو ان تكون نبي هذه الامه فأول من نطق بهذا اللفظ هي خديجة رضي الله عنها وأرضها تنبأت أن يكون هو النبي وأن ما حدث له ليس مسا أو لم طيفا من الشيطان أو أو غير ذلك فامرأة بهذا الوزن ثم بعد ذلك يرزق منها النبي صلى الله عليه وسلم بقرة العين الذرية الطيبة الصالحة أربع بنات و... 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 وإبنين تموت ويفقدها النبي صلى الله عليه وسلم، بلا شك ان هذا الامر سوف يهز النبي صلى الله عليه وسلم هزا، لذلك هذا العام الذي توفيت فيه بالاضافه الى حدث اخر من الاهميه بمكان، سمي بعام الحزن. حزن النبي صلى الله عليه وسلم على خديجه على فقدها. وعلى هذا الحزن هو دلاله على مشروعيه الحزن وعلى ان الامر ليس بيد الانسان فيفقد الانسان العزيز ويفقد القريب وانكسار القلب ودمع العين هذه امور فطريه وجبليه فقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم لخديجه الداعم المؤنس المهون الميسر جعل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه يفقد عضدا قويا كان من ورائه يدعوه ويشد من أزره ويعينه و و و و بكل ما تقدر وبكل ما تستطيع فهذا هو الظرف الأول الذي سبق رحلة الإسراء والمعراج التي أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. <applause> شكرا أستاذ مسعود مياد دكتور نخميسي بالزاز إذا هناك جملة من الظروف سبقت هذه الحادثة حادثة الإسراء والمعراج ذكر الأستاذ مسعود مياد البعض منها وبقي منها ما ما يجب ان يذكر حتى يمهد لهذه الحادثه التي غيرت الكثير من الاشياء في حياه المسلمين. بارك الله فيك استاذ حمزه، بسم الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. تحيه لك استاذ حمزه وتحيه للاستاذ مسعود وتحيه للاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. فنقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فعلا الحقيقة حادثة الإسراء والمعراج سبقت بمجموعة من الأحداث المؤلمة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام كان الأستاذ مسعود يتحدث على فقد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة رضي الله عنها بكل ما تمثله من ثقل في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا على خديجة فقد سندا آخر وسندا قويا جدا وهو عمه أبو طالب الذي كان فعلا الظهر الذي احتمى به النبي عليه الصلاة والسلام ورغم أن هذا الرجل كان على ملة الكفر إلا أنه أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام دعما منقطع النظير ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام مواقف عظيمة جدا لا يمكن أن ننسى بأنه ظل مطاردا في شعب مكة وقد قطعت عنهم الأرزاق رغم كفره وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قل له قال له قل ما شئت فوالله لن يصل إليك وفعلا كان يمثل سندا وعضدا قويا للنبي عليه الصلاة والسلام وما تجرأت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته انما تجرأت عليه بعد وفاته والنبي عليه الصلاه والسلام حاول ان يجد لهذه الدعوه ان يجد لها متنفسا خارج مكه التي ضاقت سبلها بالنبي عليه الصلاه والسلام فذهب الى الطائف في رحله شاقه جدا سار عليه الصلاه والسلام على قدميه مع مولاه وخادمه مسافة طويلة جدا سيرا على الأقدام وهو يرجو أن يجد في ثقيف في أهل ثقيف أن يجد عندهم الاستجابة التي لم يجدها في مكة المكرمة ولكنهم ردوه ردا قبيحا جدا وأساءوا إليه عليه الصلاة والسلام وحرشوا عليهم حرشوا عليه الغلمان والذراري والصبية ورشق النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه بالحجارة وأدمية القدم الشريفة وسال الدم الطاهر الشريف من رجل المصطفى عليه الصلاة والسلام فعاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة مكلوما محزونا ويشكو هذا هذا الضيق الذي يعيشه إلى السماء في ذلك الحديث ولو أنه أثار بعض الكلام فيما يتعلق بسنده ولكن معناه راق جدا وعلى الضعف الذي ذكر فيه ذكر بعض العلماء انه فيه ولكن معناه رائع جدا وفيه تبتل نعم. غريب جدا من المصطفى عليه الصلاه والسلام، نعم تفضل نعم الغزالي قال يعني بعد ان اشار الى هذه النقطه قال ولكنه كلام لا يخرج الا من فم نبي نعم اي بلاغته وروح روح النبوه نعم. تسري فيه صحيح ايه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم أنت ربي وأنت رب المستضعفين إلى ما تكلني فكانت مناجات مناجات رائعة جدا يشكو فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضع الذي آلت إليه الدعوة وآلت وآل إليه صاحب الدعوة ويسأل الله عز وجل التوفيق والنصر وهو يستعذب كل مشقة اذا كان ذلك في غير غضب الله ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لي كما جاء في نص هذا الحديث فجاء جاء الاسراء والمعراج ليخرج النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم من هذا الضيق البشري الى ذلك الافق الرباني الواسع جدا واذا كانت دنيا الناس قد ضاقت بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فإن السماوات العلا على رحابتها وعلاها ترحب به ضيفا كريما عزيزا فرحلة الإسراء هي إخراج للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الشعور بهذا الضيق إلى ذلك الأفق الرحب الجميل وإلى ذلك الملأ العلوي البديع الذي راى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ايات ربه ما راى. شكرا دكتور الخميس بزاز. استاذ مسعود مياد رحله الاسراء هي اخراج للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الافق الضيق الى الى افق ارحب. اين كان الاسراء؟ واين كان المحراب؟ نعم جزاك الله كل خير. القرآن الكريم أشار إلى هاتين الحادثتين اللتين جمعتا في 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 زمن واحد أو في, في 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 وقت واحد حادثة الإسراء ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده الينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد بين البداية بداية الإسراء ونهايته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وسنقف عند بعض الدلالات فيها وأما المعراج فتكلم الله عز وجل عنه في سورة النجم فعندما يقول الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى وهذه كانت في, في معراجه صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى ما فوق السماء السابعه العلماء يتكلمون على أن هذه الحادثة كانت في السنة الحادية عشر وهناك من يقول حادية عشر والنصف وهناك من يقول ثانية عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم آه هذه الحادثة بدأت بالإسراء كما قص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وأسري به من دار أم هانئ تذكر بعض الروايات أنه أخذه الملكة ملكان إلى الحطيم في الكعبة فشق صدره وغسل قلبه وهذا يؤيد من ذهب الى ان عمليه شق الصدر كانت ثلاث مرات ومن بينها هذه المره بالاضافه الى لما كان عمره ثلاث سنوات ثم اتي ببراق صلى الله عليه وسلم فانتقل في لمح البصر من مكه المكرمه المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. البراق هذا من خصائصه انه يضع حافره عند منتهى منتهى بصره. هنالك التقى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعه من الانبياء. صلى بهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ربط صلى الله عليه وسلم البراق عند حائط البراق الذي يسمى الآن بحائط المبكى وعندنا نحن نسميه بحائط البراق ودخل المسجد قيل تذكر بعض الكتب وبعض الأحاديث أنه أتي له بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فاختار اللبن فقال له جبريل لقد اخترت الفطرة ثم دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى وصلى بالجمع جمع الله عز وجل له الأنبياء فصلى بهم طيب حتى يعني لا, نتوقف كثيرا عند هذه الأمور هل كل الأنبياء هل بعضهم لأن الأنبياء كما يذكر بعض بعض الكتب يعني عددهم كبير جدا فهل كلهم جاءوا هل أحياهم الله عز وجل هل جاءوا بأرواحهم هل جاءوا بأجسادهم كل كلام قد لا نجد له جوابا ولكن الذي له جواب هو من أثار قضية هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم والله روحا والله وجسدا أو أسري به روحا فقط فهذا الأمر يكاد يجمع علماء السنة إلى أن العملية الإسراء كانت بروحه وجسده إذ لو أنها كانت بروحه فقط فلا فأين المعجز في الأمر فأرواحنا يقبضها الله عز وجل في منامنا وهي تسري تصول وتجول وتعود إلى البدن فأين يكمن الإعجاز في انتقال روح الإنسان من مكة إلى البيت المقدس فلا إشكال في ذلك ولا معجزة في ذلك بالإضافة إلى, إلى أن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروح عبده فدل على أن الانتقال كان جسدا وروحا من, من, من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ولعل في هذا الانتقال وفي هذه الايه الكريمه قال الله عز وجل الى المسجد الاقصى فيه فيه اشاره ذكرها اهل العلم ان الله عز وجل قال المسجد الاقصى مما يوحي الى ان هنالك مسجد ادنى وفي ذلك الوقت لم يكن هنالك اي مسجد كان المسجد الحرام وكان المسجد الاقصى في الكره الارضيه النبي صلى الله عليه وسلم يسال اي المساجد وضع اولا قال المسجد الحرام ثم قيل له ثم أي قال المسجد الأقصى قال كم بينهما قال أربعون سنة فكان هنالك المسجد الحرام وهنالك المسجد الأقصى القرآن الكريم في هذه الآية سماه بالمسجد الأقصى ونزلت هذه الآيات مما يدل إلى أن هنالك مسجد أدنى الذي سيكون في المدينة المنورة لأن المسجد النبوي هو يتوسط المسافه بين يعني هو موجود بين مكه وبين المسجد الاقصى وكانه فيها اشاره الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك مسجد اقصى وسيكون هنالك مسجد ادنى ستكون فيه فهذه من بين الاشارات التي وقف عندها اهل العلم اذا فهذه هي رحله الاسراء بمختصرها بمختصر احداثها انتقال في لمحه تذكر بعض الروايات أن ذهابه أو إسراءه ومعراجه كله عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجد فراشه دافئا مما يدل على تلك السرعة الرهيبة وذلك الإعجاز الرباني الذي أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم. شكرا أستاذ مسعود ميات، أستاذ الخميسي بزاز تذكر كتب السيرة النبوية صلاة النبي صلى الله عليه الله. وسلم بالأنبياء. كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ثم ما هي الدلالات التي تحملها هذه الصلاة بارك الله فيك أستاذ حمزة ذكرت كتب السيرة الصحيحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إماما بالأنبياء صلى الأنبياء خلفه الصلاة التي يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام والتي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم اماما وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصل بالانبياء صلى الله عليه وسلم. اماما فيه اشاره واضحه وجليه جدا الى ان رايه القياده الروحيه في العالم قد انتقلت من بني اسرائيل الى العرب ان الدين الان اصبحت له قياده جديده هي التي تاهلت بما تملكه من امكانات وملكات وبما وهبها الله عز وجل من فضل وخير الى ان تقود البشريه من جديد. كان الانبياء اكثرهم في بني اسرائيل وكانت لهم الرياده في القياده الروحيه للانسانيه. فعندما نكثوا عهودهم مع رب العالمين عندما لم يكونوا اهلا لتظل هذه الرايه بايديهم نزعت هذه الرايه من ايديهم واعطيت الى امه محمد عليه الصلاه والسلام، فصلاه النبي صلى الله عليه وسلم دلاله على ان القياده الروحيه في العالم قد انتقلت من بني اسرائيل الى امه محمد عليه الصلاه والسلام، ولو اننا توقفنا استاذ حمزه عند سوره الاسراء لوجدنا لو عجبا. سورة الإسراء تتحدث عن الحادثة باختصار شديد جدا آية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بقيت الصورة بعد ذلك كلها حديث على بني إسرائيل ما هو المغزى ما هو المعنى المعنى هو أن هذا الانتقال سببه جملة هذه الأخطاء التي وقعت فيها هذه الأمة التي كانت تقود أي أن القيادة الروحية للأمة يجب أن تتوافر فيها جملة من من الشروط والملكات إذا خالطها هذا الفساد والإفساد فإن الأمة ساعتها لا تصبح أمة مؤهلة لكي تقود ولأجل هذا رب العالمين أعطى هذه الإشارة لتفهم هذه الأمة بأنها أمة قائدة وبأنها أصبحت خير أمة أخرجت للناس بفضل هذه القيادة للمصطفى عليه الصلاة والسلام فكانت هذه إشارة في غي في غاية القوة وهي أمة من من فضل الله عليها أنها أمة الفطرة السليمة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله للتمر دلالة على أن هذه القياده الروحيه الجديده هي قياده تتلائم الفطره الانسانيه لا لا لم ياتي في دين الاسلام ما يناقض الفطره البشريه السويه بل جاء الاسلام لكي ينسجم مع هذه الفطره فهو دين الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها شكرا دكتور الخميس بزاز دك الاسلام دين الفطره التي فطر الناس عليها أستاذ مسعود ميت كنا قد تحدثنا عن الإسراء فأين كان المعراج بصفة عامة بعدها نفصل نعم. بالخصوص مع الدكتور الخميسي بالذات. نعم. بالزاس جزاك الله كل خير فقط فيه إشارة إضافة إلى ما تكلم عنه الدكتور في قضية هذا الانتقال أنه هذا الانتقال أو هذا التسليم تسليم القيادة كان من م من ال من م من, م من مقر قياده الامه السابقه وهو بيت المقدس التي كانت مهد الرسالات ومهبط الوحي على انبياء الله عز وجل. فوهو مكان مبارك ومكان مقدس والايات الكريمه تتكلم عن هذا الامر والإعلان سنرجع اليه عندما نتكلم عن مكانه المسجد الاقصى وعن دلاله الاسراء في ربط الامه بالمسجد الاقصى باعتباره مكانا مقدسا، مكانا مباركا باعتبار بعض الخصائص التي سوف نتكلم عنها فكان هذا الاستلام من ذلك المكان الذي كان فيه كان مقرا لقياده هذه الامه وفيه دلاله كبيره جدا وهو على ان هذا الاستلام كدلاله على انه اخذ بقوه هو انه يستلم من نفس المكان الذي كانت من قبل تتنزل فيه النبوات ويتنزل فيه وحي الله عز وجل على انبيائه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في في رحلته يعني نعم يعني يمكن ان يضاف هنا نعم. لانه مصدر, مصدر كل الرسالات والدعوات هو واحد نعم النبي صلى الله نعم. عليه وسلم جاء لكي يكمل بناء الانبياء نعم. والمرسلين ال ال نعم. الذين سبقوه من بعد في هذه الرساله يواصل النبي صلى الله عليه وسلم رحلته الى المعراج مع سيدنا جبريل رفيقه في هذه الرحله الطيبه والمباركه لا نريد ان نتوقف ما هي الوسيله التي عرج به يعني به عليها هل هي البراق او هي وسيله اخرى لم على حد ما اعلم لا, لا لا, يوجد من تكلم في ذلك المهم انه اعرج به صلى الله عليه وسلم, وسلم والعروج هو الانتقال من اسفل الى اعلى طبيعه الحال في ديننا ان هنالك سبع سماوات النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى وكل سماء من هذه السماوات هي محروسة بملائكة شداد يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء فيقولون من يقول جبريل من معك محمد بن عبد الله أو قد بعث قال نعم فيفتح له يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى بسيدنا آدم في السماء الثانية بزكريا وعيسى ابني الخالة في السماء الثالثة بسيدنا يوسف في السماء الرابعة بإدريس في السماء السادسة في السماء الخامسة بموسى بهارون وفي السماء السادسة بموسى وفي السماء الرابعة بسيدنا ابراهيم. نعم في السابعة في سيدنا مع سيدنا ابراهيم يلتقي به صلى الله عليه وسلم الله بانبياء الله عز وجل آه ويحدث وكان بينه نعم وكان اشبه الانبياء بالنبي عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم لان صلى عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو من نسل سيدنا ابراهيم وان كان كل الانبياء هم من نسل سيدنا ابراهيم. من كان من نسل سيدنا فهو من نسل سيدنا إسماعيل والأنبياء الآخرين من نسل إسحاق يجده متكئا على البيت المعمور البيت المعمور هو فوق الكعبة المشرفة مباشرة يجد حوله صبيان عليه الصلاة والسلام من بين ما حدث من نقاش أو من كلام أو من وصايا بين سيدنا إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم هو أنه قال له اقرئ امتك السلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول لنبينا بان يقرئ يقرئه او يقرئنا منه السلام فابراهيم يسلم على امة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها ويقول له واخبرهم بان الجنة قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ومما لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون ولنا أن نتخيل هذا العدد الرهيب من الملائكة كل يوم يدخل منهم سبعون ألف إلى البيت المعمور يطوفون فإذا خرجوا لا يعودون فلنا أن نضرب سبعون ألف في عدد أيام الدنيا كم عدد هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل ليعبدوه وليسبحوه بكره واصيلا. يواصل النبي صلى الله عليه وسلم رحلته الى ما فوق السماء السابعه عند حد يتوقف فيه جبريل فيساله النبي صلى الله عليه وسلم اهنا يترك الرفيق رفيقه فيقول جبرائيل يا محمد لو اقتربت اخترقت ولو اقتربت احترقت فيتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعه الى سدره المنتهى التي منها يتفجر أنهار الجنة ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كاللؤلؤ وأن قلالها مثل قلال هجر وتتفجر منها أنهار الجنة هنالك يوحي الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أو يكلم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم فيأمره بالصلوات بـ 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 بخمسين صلاة والقصة معروفة بخمسين صلاة في اليوم والليلة ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيعترض طريقه موسى ولعل في اعتراض سيدنا موسى اشاره الى ان يا بني اسرائيل هذا نبيكم لننظر كيف قدر هذه الامه واشفق على هذه الامه ونصح نبي هذه الامه فقال له ارجع فاسال ربك التخفيف فان امتك لا تطيق فما زال نبينا بين موسى وبين ربه يستنقصه في كل مره حتى وصلت خمس صلوات في اليوم والليلة وهي قال وهي خمسون في الأجر أو وهي خمسون في الأجر ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعة هنالك رأى من آيات ربه الكبرى سدرة المنتهى رأى الجنة رأى أناس يعذبون ورأى أناس ينعمون ورأى ما لم يره أحد من قبل من ما خلقه من ما خلق الله عز وجل شكرا أستاذ مسعود الدكتور الخميسي بزاز في هذه الرحلة صحب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وجبريل عندما وصل إلى حد معين توقف وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وماذا رأى النبي وماذا كان في الحوار وما هي الحكمة من اصطحاب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرفقة يعني بعض أيوة الإشارات. هو جبريل عليه السلام هو ملك الوحي، الروح الأمين عليه السلام، أعظم الأنبياء قدرا عند الله عز وجل، هو الذي جاء بكلام الله إلى أنبياء الله ورسوله علمه شديد القوى علمه جبريل عليه السلام هو هذه الشخصية الكبيرة جدا المحورية في في هذا الملأ الكبير في ملأ الملائكة فصاحب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى حد معين ثم قال له إذا تقدمت اخترقت إذا تقدمت احترقت في هذا الحقيقة إشارة قوية جدا على أن مرتبة محمد عليه الصلاة والسلام عند ربه أعلى وأجل من مرتبة المخلوقين جميعا، بمن في ذلك جبريل عليه السلام ملك الوحي، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه كما ذكر القرآن الكريم أراه الله عز وجل من آيات ربه الشيء الكثير. وجمهور العلماء على ان النبي عليه الصلاه والسلام كلم ربه وراى من ايات ربه وتوقف وتوقف المشهد عند هذا الحد اي انه خاطب ربه وسمع من ربه عز وجل وعاد بهذه الفريضه العظيمه التي هي فريضه الصلاه التي ما فرضت فريضة أخرى في السماوات إلا هذه الفريضة فريضة الصلاة لما لأنها فريضة تملك أن تعرج بصاحبها إلى السماوات العلا فهذه الفريضة العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على المكلفين قاطبة ولم يلتمس فيها الأعذار التي التمست لبعض الناس في بقية الفرائض الأخرى من مرض وسفر وغير ذلك فالصلاة يجب أن تقام مهما كان الوضع الذي يكون عليه الإنسان وبحسب الاستطاعة والطاقة لما؟ لأنها هي التي تمثل هذه الصلة بين السماء إلى الأرض ولانها هي التي ترفع الناس مقاما عند رب العالمين فالذي يسجد يكون اقرب ما يكون عند رب العالمين لحظه السجود التي تدل في ظاهرها على قمه الخضوع وقمه النزول الى الارض في تلك اللحظه التي يكون فيها الانسان والعبد في هذه اللحظه ساعتها يكون عند رب العالمين في درجات عليا وفي مراتب كبيرة جدا ويتواصل مع خالقه وبارئه مباشرة ولننظر الى اختيار رب العالمين الى عبارة الاكرام في في رحلة الاسراء والمعراج فرب العالمين عندما اراد ان يكرم عبده نبيه وصفه بهذا الوصف سبحان الذي اسرى بعبده. اي ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما استكمل معاني العبوديه استحق ان ان ينال كل هذه الرفعه وكل هذا المعراج وهذا الذي يجب ان يستحضره الانسان المسلم في حياته اي انه كلما كان عبدا خالصا لله عز وجل كلما اقترب من من ربه وكلما كان اهلا لكرامه الله عز وجل <applause> شكرا دكتور الخميس بزاز على هذه اللفتات دروس عظيمه نستلهمها من فرضيه الصلاه ومن هذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى عليه السلام وغيرها الان جبريل مكانته ممكن نعطي لفتات في هذه النقطه فرضيه الصلاه واهميتها والحوار الذي كان بين سيدنا موسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ونقاط اخرى نعم جزاك الله خير فقط يعني اخذ طرف الخيط من من الدكتور وهو يتكلم عن هذه المعاني العبوديه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعلى ان استكمال حقوق العبوديه والارتقاء في 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 درجاتها يؤهل الإنسان إلى أن يقترب من الله عز وجل إلى أن يخاطبه الله عز وجل والصلاة هي خطاب لله عز وجل من أراد أن يكلم ربه فعليه بالصلاة عندما نكمل آيات سورة الإسراء يتكلم عن هذا المعنى معنى العبودية كما أن تحقيق العبودية يقربك من الله كما قربت عبودية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه من ربه فرفعه الى ما فوق السماء السابعه فان تحقيق عبوديه الله عز وجل كذلك هي التي سوف تحقق النصر وهي التي سوف تحقق التمكين وهي التي سوف تحقق استرجاع هذا المسجد الاقصى، لذلك قال الله عز وجل فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فتكلم مره ثانيه عن العبوديه التي كانت سببا تحقيقها كان سبب تحقيقها الكامل والشامل والتام كان سببا في الارتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المستوى الذي لم يصله احد من قبل لم يصله احد من المخلوقين بما في ذلك جبريل تحقيق هذه العبوديه كذلك هو هو الذي من شانه ان يجعلنا ممكنين في الارض أن يجعلنا أعزاء في الأرض. أن يجعلنا غير خاضعين لأي أحد، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا ما صفتهم؟ أنهم لله. حققوا كمال العبودية فليسوا عبادا لشهواتهم ولا لملذاتهم ولا لأهوائهم وإنما هم عباد لله رب العالمين، هم هؤلاء هم الذين سوف يسترجعون المسجد الاقصى الذي اسري للنبي صلى الله أو اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اليه، فهذا المعنى من الاهميه بمكان بحيث يعطينا هذه الاشارات التي تكون لنا مفاتيح اذا ما اردنا التمكين، اذا ما اردنا العزه، اذا ما اردنا الرفعه، اذا ما اردنا الدنو والقرب من الله عز وجل فان فانه ينبغي علينا ان نحقق هذا الشرط. تحقيق العبوديه الكامله لله رب العالمين وبعدها سوف يحدث الله عز وجل لنا من خوارق العادات ما لا يخطر على بال احد مثل ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم وكان في ذلك معجزه له هذا الانتقال لا باس من ان نعيد ونذكر بانه كان تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم لنريه من اياتنا لقد راى من ايات ربه الكبرى نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض اهل العلم وهو وهو يتكلم عن المقصد من هذا من هذه الرحله رحله الاسراء ورحله المعراج عنده العلم اليقين بكل ما اخبر الله عز وجل به في القران الكريم او من عن طريق جبريل كسنه نبويه عنده علم اليقين بالجنه وعنده علم اليقين بالنار وعنده العلم اليقين قبل هذا وذاك بالله رب العالمين لا لا شك في ذلك ولكنه ها هو صلى الله عليه وسلم ينتقل الى درجه اخرى او ينقله ربه الى درجه اخرى من درجه علم اليقين الى درجه عين اليقين التي طلبها سيدنا ابراهيم عندما قال رب ارني كيف تحيي الموتى ابراهيم عليه السلام موقن كل اليقين بان ربه يحيي الموتى ومتاكد من ذلك ولكنه ارى اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين فاعطاه الله عز وجل الدرجه الثالثه وهي حق اليقين انه راى ذلك الاحياء وانه كان سببا فيه بحيث انه قسم تلك الطيور ثم هو من وضعها على كل جزء ثم دعاها لتكون معايشه لهذا الامر وهذا هو حق اليقين، نبينا صلى الله عليه وسلم عنده علم اليقين وها هو الان يرى من ايات ربه حق عين اليقين ثم بعد ذلك مكالمته لربه عز وجل ومع الانبياء هي حق اليقين كما قال علماؤنا فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله من علم اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين التي هي درجات الدرجات الثلاثه لليقين كما تكلم العلماء فكان في ذلك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك اخراج للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الضيق الذي مر به قبل هذه الرحله الطيبه وقبل هذه الرحله المباركه. شكرا استاذ مسعود مياد، دكتور الخميسي بزاز مع, مع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرجات اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى قومه يحدثهم عن الاسراء ويحدثهم عن المعراج فماذا كانت رده فعل قريش وكيف تعاملت مع اخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم النبي عليه الصلاه والسلام طبعا كما راينا كما تحدثنا في البدايه كان يعيش عليه الصلاه والسلام في مكه وقد ضاقت سبلها به عليه الصلاه والسلام وكثر الصد للدعوه ولمن يريد ان يقبل على الدعوه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام جهر بما بما راه عليه الصلاه والسلام وبما حدث له فحدثهم النبي عليه الصلاه والسلام على انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبأنه عرج به الى السماوات العلى فالمكذبون من قريش استغلوا هذه الفرصه حتى ينالوا من النبي عليه الصلاه والسلام وراحوا يتحدثون في نواديهم وينقلون الحديث على ان النبي عليه الصلاه والسلام يدعي ادعاء لا يمكن ان يصدقه انسان فالذهاب الى المسجد الاقصى يستغرق منهم مسافه شهر ذهابا وعودته شهر اخر إياب النبي صلى الله عليه وسلم يزعم انه انما فعل ذلك في جزء من من الليل وعرج به الى السماوات العلى ولكن سبحان الله رب العالمين عندما اراد ان يعجزهم ويبين كذبهم وافتراءهم وبان خصومتهم ليست خصومة انسان يحترم العقل والمعرفة وانما خصومة المكابر قالوا له صف لنا المسجد فجل رب العالمين المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وراح يصفه وصفا دقيقا وهم, وهم يعلمون انه لم يره من قبل وهم يعلمون انه لم يره من قبل وأن له ان يصفه بمثل هذه بمثل هذه الدقه فراح النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم المسجد وصفا دقيقا جدا فسقط في ايديهم وبدل ان يسلموا كذبوا لان الكفر الحقيقه ليس قناعه انما هو هروب الى الامام وهو انكار ولاجل هذا القران الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون اي ان هذا منهجهم وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض التفاصيل وعلى القافلة عارف. التي سوف تاتي وكيف ان ومتى سوف تأتي. ومتى سوف تصل وكيف سيكون وصف الجبل عارف. الاول الذي سيسبق هذه القافلة وكان الامر كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم اصروا على التكذيب الا الصديق رضي الله عنه فانه ما ان سمع قال لهم ان قال فقد صدقنا وإنني لا أصدقه فيما هو أعظم من هذا ولعل هذه المناسبة التي لأجلها أطلق على الصديق أبي بكر لفظة الصديق شكرا دكتور الخميسي بزاز أستاذ مسعود مياد ردة فعل غريبة من قريش برغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لهم المسجد الأقصى بتفاصيل دقيقة ووصف وتحدث لهم عن القافله فكانت هذه الفروقات ناتي الى نقطه اخرى وهي اهميه المسجد الاقصى في هذه الحادثه وفي في حادثه الاسراء والمعراج التي خلدها القران الكريم. قبل الكلام عن المسجد الاقصى باعتباره قضيه اساس كلما تكلمنا عن المسجد الاقصى لابد من ان نؤكد على معنى مهم جدا وهو ان هذه المعجزه، هذه الايه الربانيه، هذه الحادثه، حادثه الاسراء والمعراج، لم يكن مقصدها ابدا الزام حجه المشركين حتى يؤمنوا. انما كانت خاصه بالنبي صلى الله عليه وتكريما للنبي صلى الله عليه, وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم هي معجزه وهي خارقه من الخوارق، ولكن هؤلاء القوم كان يكفيهم القران الكريم ليكون مقنعا لهم لو ان لو انهم ارادوا الهدايه. باعتبار ان الله عز وجل تحداهم فيما نبغوا فيه وفيما يدركون بانه لن يستطيع ان ياتي به بشر. فكون حادثه الاسراء والمعراج عرضت عليهم انما هي من باب من باب زياده اقامه الحجه عليهم لا اكثر. انما هي حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع بقي مترددا هل يخبر او لا يخبر لانه يعلم انهم سوف يستهزئون وانهم لن يكذبوا حتى مر عليه احدهم يعني فقال هل عندك من جديد يا محمد؟ قال نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بان يبلغ هذا الامر وان كان القران الكريم انزل عليه سبحان الذي اسرع وهو سيبلغ القران الكريم فمن صدق صدق ومن لم يصدق لم يصدق ولكن الله عز وجل ساق له ذلك الرجل قال هل عندك من من شيء يا محمد قال نعم لقد اسري بي الى المسجد الاقصى فصاح الرجل مهولا الامر ومستعظما له ومكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ان يكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فرحله الاسراء والمعراج كانت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم واستدعاء من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغ بهذا الفرض العظيم وهو اقامه الصلاه. لتكون من ذلك ابتداء من تلك اللحظه تفرض على المسلمين الصلاه خمس مرات في اليوم والليله. في اليوم الموالي يعني بعد شروق شمس تلك الليله. يأتي جبرائيل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيعلمه الوضوء، ويصلي في أول كل وقت، وفي اليوم الموالي يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيصلي الأوقات في آخر وقتها، فاليوم الأول صلى في أول وقت الظهر، وفي أول وقت العصر، وفي أول وقت المغرب، وفي أول وقت العشاء، وفي أول وقت الصبح. اليوم الموالي جاءه جبريل فصلى معه الظهر، قبيل انتهائه او قبيل خروج وقت الظهر، وقبيل خروج وقت العصر، وقبيل خروج وقت المغرب، وقبيل خروج وقت العشاء، وقبيل خروج، ثم قال له ما بين هذين وقت، فعلمه الوضوء، وعلمه الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال للناس: صلوا كما رايتموني اصلي، اذا فكان وكدلاله من دلالات قيمه هذه الصلاه ان الله عز وجل استدعى النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بهذا بهذا الركن وليكلفه بهذا الركن كدلالة على أنه ركن من أعظم أركان بعد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولعلنا نعبر عن ذلك بواقع دنيانا فعندما يكون هنالك الأمر جلل والأمر خطير والأمر مهم فإن في العادة المسؤول الأول يستدعي من يريد ان يامره بشيء مباشره ولا يرسل رسولا وانما يستدعيه ليبلغه بنفسه ولله المثل الاعلى فكذلك لان الامر عظيم والامر ثقيل وان الصلاه عماد الدين من اقامها اقام الدين ومن تركها هدم الدين ها هو الله عز وجل يبلغ هذا الركن من غير واسطه من غير جبرائيل عليه الصلاه والسلام ومن غير الهام ومن غير رؤيه وانما يستدعي نبيه الى ما فوق السماء السابعه ليامره بهذا الركن العظيم الذي كان معراجا له صلى الله عليه وسلم وهو معراج لكل من وقف بين يدي الله عز وجل ليؤدي هذه الصلوات الخمس في وقتها. شكرا استاذ مسعود مياد، دكتور الخميسي بزاز تحدثنا عن الصلاه واهميه فرضيتها في السماء. هناك سؤال يذكر الكثير من الباحثين في السيره النبويه قديم جديد هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا ام روحا حتى يكون لنا هذا السؤال ختاما لهذه الحلقه. والحقيقه الاستاذ مسعود مياد اشار في البدايه الى هذا الموضوع وهو الحقيقه كما ذكرتم استاذ حمزه هو سؤال قديم متجدد. وهو أن نقاش وقع في في تاريخ هذه الأمة حول هذا المعراج وهذا الإسراء هل كان بالجسد والروح أم بالروح فقط والحقيقة هناك نقاش علمي فيه كثير من من الأدلة والأراء ولكن أهم مرجح في هذا في هذا الموضوع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث الناس فهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحدث على إسراء ومعراج حدث بجسده وروحه إذ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث على أن هذا الإسراء أو هذا المعراج حدث بالروح فقط لما كان ذلك مثار للجدل أو سبب في اختلاف الناس لأننا ونحن ننام استاذ حمزه احيانا نرى انفسنا باننا سافرنا بعيدا جدا ونقوم الصباح فنحدث الناس الى اننا سافرنا الى اوطان صحيح. بعيده جدا وراينا اناسا والتقينا وابتعنا واشترينا ولا احد ينكر علينا أه؟ يستقيم ذلك اما ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بانه اسري به وعرج به جسدا وروحا فهذا هو الاعجاز وهذه هي المعجزه ونحن هنا عندما نتحدث عن الاسراء والمعراج انما نتحدث على معجزه وهذا الذي يجب ان ينتبه اليه الناس نحن لا نتحدث على شيء يقع تحكمه نواميس وقوانين الطبيعه التي وضعها الله عز وجل في العاده. وهو أن الإنسان يجب أن يسير في آلة سفر يمكنها أن تقطع مسافات في زمن معين أو بأن المعراج في السماء يقتضي أن يكون الإنسان مجهزا ب ب ب ب بأجهزة خاصة تسمح له بأن يتنفس الأكسجين في, 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 في الطبقات الجو المرتفعة نحن نتحدث على معجزة المعجزة هي خرق للعادة هي خرق للقوانين التي تحكم الكون نحن نتحدث على أن رب العالمين قال لي كل تلك القوانين التي تحكم الكون توقفي فاليوم يوم إكرام محمد عليه الصلاة والسلام فكل القوانين لا لا يمكن أن تطبق ونحن نتحدث على حالة الإعجاز لأن المعجزة هي خروج عن عن عن, عن هذه القوانين وعن السننيه التي تحكم الكون في هذا في هذا الفضاء وفي غيره. شكرا دكتور الخمسة آه. بزاز استاذ مسعود مياد نعيد قراءه كل النقاط آه. التي تقدمت في البرنامج الاسراء والمعراج حتى نختتم عدد اليوم. جزاك الله كل خير حقيقة كما أشرنا كان هذا رحلة الإسراء والمعراج تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغا بأهمية الصلاة وبقيمة الصلاة كان كما ذكر الدكتور من قبل هو استلام للقيادة الروحية وإعلان للانتقال الرسمي إن صح التعبير القيادة الرسمية من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب كان ربط للأمة المسلمة بالمسجد الأقصى ولنا أن نتساءل ماذا لو لم يكن هنالك إسراء إلى المسجد الأقصى هل كان لنا هل كان سيكون لنا ذلك الارتباط وذلك و و و وتلك العقيدة وذلك الحب وذلك الشوق لذلك المكان بنفس الأمر أو لا بلا شك انه لن يكون الا اذا تعضدت بايات اخرى او باحاديث اخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال الا الى ثلاث المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى" والى ابراز قيمه كل صلاه في احدى هذه المساجد ليكون المسجد الاقصى مرتبط بهذه الامه، والامه مرتبطه بهذا المسجد، ولعل هذا الربط الذي كان عن طريق الاسراء فيه اشاره الى ان هذا المسجد هو مسجدكم وهو مصرى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نحدث به انفسنا ونربي عليه القران الكريم مسجدا نعم وسماه القران الكريم مسجدا ونربي على ذلك ابناءنا الى ان هذا المسجد مسجدنا وان من اخذه او حاصره او استولى عليه فان مسؤوليه استرجاعه والحفاظ عليه وإعماره تعود إلينا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أؤتوه فصلوا فيه عن المسجد الأقصى فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت, بزيت تضاء به قناديله كربط لهذه الأمة بتلك الأرض وبذلك المسجد المبارك بذلك المسجد الأقصى الذي يربطنا به عقيدة دين فهو مصر نبي نبينا صلى الله عليه وسلم ثم هنالك رابط اخر انه كان اولى القبلتين فنبينا صلى الله عليه وسلم والامه المسلمه قبل ان تنزل الايات بتحويل القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى المسجد الاقصى فهو ارتباطنا به ارتباط عقيده ارتباط دين وهذه العقيده وهذا الدين يحتم علينا الا نغفل ابدا عما يراد له من مكائد ومن تدبير ومن تدابير تهدف الى تهويده الى تغييره الى هدمه والمخططات في ذلك معروفه ومشتهره وان هنالك من المؤمنين من قيضهم الله عز وجل الى قيام الساعه من سوف يبقون مرابطين في ذلك المكان ومن سوف يبقون حامين لذلك المكان الى ان تقوم الساعه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضر لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك قالوا اين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وعلى اكناف بيت المقدس فهنالك امه مرابطه ثابته صابره تحتاج منا إلى أن نعينها وإلى أن نشد عضدها وإلى أن ندعمها وإلى أن ندعو لها وإلى أن نعينها بما نقدر وبما نستطيع علنا نؤدي واجبنا اتجاه هذا هذا المسجد الأقصى مصرى نبينا وأولى القبلتين وما هو الأفدة وهو وهو الأرض المباركة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين فهذا هو واجب الأمة اتجاه هذه الأرض المقدسة واتجاه المسجد الأقصى مسؤولية كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي ذكر الإسراء والمعراج في كل مرة لتذكرنا بهذا الرابط لتقوي فينا هذا الارتباط وتحسسنا وتعطينا هذا الشعور وتجعلنا نجلس مع ابنائنا ويتكلم خطباؤنا ويتكلم ائمتنا ووعاظنا كلما حانت هذه الذكرى الا ويتجدد العهد ويتجدد الوعظ ويتجدد التذكير في ان هنالك مسجد مسجد محاصر مغتصب يراد له السوء وعلى هذه الامه ان تسترده. عن طريق فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا شكرا أستاذ مسعود مياد شكرا, شكراً دكتور الخميسي بزاز مشاهدينا الكرام كانت إذا هذه وقفتنا مع ذكر الإسراء والمعراج التي خلدها الذكر الحكيم بالآي الذكر من خلال افتتاحية سورة الإسراء أشكركم على طيب الإصغاء والمشاهدة وباسمكم أشكر الفرقة التقنية العاملة اللحظة بقناة القرآن الكريم إلى أن ألقاكم في عدد مقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته